حتى تصير ولد مثقف لازم تكون ناعم وكيوت ودلوع ولازم تترك هويتك الثقافية، والهوية الثقافية هي الصفات اللي يتميز بها شعب عن الشعوب الأخرى، مثل الهنود اللي يتميزون بالنقطة الحمراء. وأغلب الدول دا تريد تصدر ثقافاتها لباقي الشعوب، وعلى رأسهم أمريكا اللي تريد الكل مثل لبسها، مثل لغتها، عملتها، سياستها. وهالشي يسمى بالعولمة اللي تهدف إلى إشاعة قيم ومبادئ ثقافة واحدة على الكل وإزالة هوية الشعوب الثقافية. ويسوون هيك عن طريق برامج أطفال، مسابقات، أغاني تحمل فكرهم الغربي وتكون معدة بشكل مدروس، بحيث تخلي هواي برامج أمريكية تعرض على شاشات عربية أو برامج عربية تكون نسخة ومقلدة لبرامجهم، مثل Arab's Got Talent، The Voice. كذلك يتم نشر اللغة الإنجليزية وجعلها هي الأساسية، ويتم تفضيل اللي يعرفه على من يعرف اللغة العربية، بالإضافة للترويج الفكر المرأة المعاصرة حتى يستخدموها للترويج عن المنتجات من المكياج، الملابس، مسابقات ملكات الجمال. وحتى كوريا اشتغلت على هالشي عن طريق الأنمي والبي تي إس، وتتشوفون شلون المراهقين متأثرين بهالثقافة الكورية وما تعرفون وين الرجال ووين المرأة. باختصار، احنا ما ناقصين ثقافات حتى نروح نتأثر ونقلد ثقافات الغير. فاحنا كمجتمعات مسلمة موالية لأهل البيت نمتلك خزين هائل من الثقافات المنبثقة من نور الوصي. لذلك دا يتم محاربة الهوية الثقافية الإسلامية اللي عندنا بحجة الحرية الشخصية، الميول الجنسي، ويشيعون الطيحان حظ إلى أن يصير مستساغ عند أغلب الناس. يعني باختصار، هويتك مثل البصمة، والخطر من يصير شغل قوي حتى تتغير هويتك ومبادئك وثقافتك وتاخذ هوية وثقافة غيرك. من يتغير حبك لبلدك، من يتغير سلوكك وأخلاقك، من يتغير لبسك وتستنكف من عاداتك وتقاليدك وملابسك وكل شيء يتعلق ببلدك. بالعكس، افرض هويتك مثل ما قطر فرضت هويتها على الكل بكأس العالم. صحيح احنا ما نصنع آيفون ولكزس وماكو مشكلة نشتري من هاي الصناعات المتقدمة من غيرنا، بس مو صحيح نشتري أفكار وقيم منهم، خصوصا إذا كانت هاي الأفكار والقيم منحرفة وتخلينا ننسى هويتنا ونشلب بهويتهم. الله عليك يا سيد علي السيستاني، من اجى وسألوه ب2003 وقالوا له سيدنا شنو الخطر اللي يهدد مستقبل البلاد، وقال لهم خطر طمس هويته الثقافية. لكن للأسف اكو عايفين هويتنا الإسلامية العربية ورايحين ورا الأنمي والبي تي إس والنسويات والألوان والسالفة الجديدة مال النوع الاجتماعي. نعلمهم عن الثقافة الكورية. ثقافة كورية. ثقافة كورية. مكي الثقافة الكورية. ثقافة. 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 طبعا جايبوا يا مكياج الولد.